منزل الفنانة الشعبية عائشة الزكود. نخليكم مع الفن البلدي، ونخليكم مع واحد الإنسانة اللي هي من الأباطرة ديال الفن الشعبي بمدينة درعا، بمدينة الرشيدية، وبالجهة ككل، جهة درعا تفيلالت. عائشة الزكود، نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كي داير أمور؟ الحمد لله على كل حال، الحمد لله، الحمد لله، وشكر لله. أعطيتي ومازالك كتعطي. الحمد لله على كل حال، ما حدنا مازلنا كنمشيو وكذا، اللهم لك الحمد، مازلت كنعطي في العرضات، ومازلت كنعطي في الأمداح، ومازلت كنعطي في كل شيء. تبارك الله عليك. الحمد لله، سيدي ربي عطينا هذه الموهبة، اللهم لك الحمد. غنيتي في الاعراس كاملين ديال العراسات ديال مدغرة وديال الخنق وديال الرشيد ديال المنطقة الرشيدية كاملة وخارج الرشيدية. أي عرس كيجي كيديوني. الفود الرصاني، الفود الرصاني، تنجدات، تنغير، قول ميما، بودنيب، بوعنان، وجدة، مشيت ما خليت فين مشيت. كنعرفوا على عائشة الزكود، إلا ما كانتش عائشة الزكود في الأعراس ما كاين والو. الفن، ما كان الفن البلدي ما كنبدلو، ما كيتبدل، سيدي ربي عطيني ديك الدوخ ديالي، الحمد لله. الحمد لله. معززة مكرمة. تبارك الله عليك. الله يبارك فيك. أشنو غادي تقول لنا عائشة الزكود بخصوص الفن ديالها اللي دوزاته وفنات العمر ديالها كله في هذا الفن البلدي؟ نعم، شنو نقول لكم؟ نقول لكم بعدا الفن البلدي عنده واحد الصيغة ديالو غير اللي عطاه الله في ذاته، هو اللحن ديالو بوحدو البلدي، ماشي الشعبي ولا لا، كله عنده الذوق ديالو، ولكن في البلدي بوحدو عنده الذوق ديالو وداك الوزن ديالو نيت بوحدو. انا بحال هادشي ديال دابا، كاين اللي كنغني معاه وكاين اللي ما كنغنيش معاه، كاين اللي ما كيفهمش شنو هي العيطه البلديه. انا كاينه المصرفه وكاينه الثقيله في البلدي، بحال معيشه مصرفه، بحال رجال البلاد ثقيله. تبارك الله عليك. يعني كنشوفوا امامنا مدرسه ديال المدرسه ديال الفن البلدي. انا غنيت مع فنانه اللي هما كبار وعاقلين وكانوا كيعطيو للفن قيمه، كانت غير دربوكا وتعريجه وخرخاج والعود ولا سنيترا، وكانت الناس كتبعنا من بلاد البلاد وكيقصروا في الفن البلدي. شاركتي عائشه زكوت، شاركتي حتى في الحفلات الوطنيه؟ شاركت في الحفلات الوطنيه من وقيت الحسن الثاني الله يرحمه، الله يوليه برحمه الله ويرحم باه ويرحم جميع المسلمين. وانا كنخدم في الحفلات الوطنيه، عيد الشباب، عيد الاستقلال، عيد العرش. كنت هنا في الساحة حدا العمالة تما كانوا كيديروا الحفلات ديال الوطنية. كنشوفوا قدامنا مدرسة كبيرة ديال الفن البلدي. عندك لالة عائشة، عندك البطاقة المهنية ديال الفن؟ ما عنديش، ما عطاوهاليش، ما عنديش، ما عطاوهالكش؟ لا والو، مازال ما عطاوهاليش. كنسول عليها كيقول لك هي جاية دابا توصلك، دابا ما عطاوني حتىش، مازلت على الله. ماشي مشكل. مازلت على باب الكريم، سبحان الله هو. إن شاء الله. بغينا بهاد الناس يكونوا معنا، يهتموا بينا ويعطيونا حتى حنا واحد المهنه، واحد الشهره. حنا ما كندوزو في راديو، ما كندوزو في التلفازه، ما كنتمتعو بحتى ريال. علاش؟ علاش؟ ما عندناش الفن؟ ما عندناش ما نلبسو باش ندوزو حنا بديك التلفازه ولا نكونوا في قناه ديال الراديو؟ عندك الصح. ايوا يعطيونا حتى حنا حقنا، ما نموتوش ونديوها غمه في قلبنا. صحيح. الله ينصر سيدنا، الله ينصر وطننا، وعاش الملك، يعطيونا حقنا، حنا كنطلبوا حقنا. انا بعدا راسي باش نحكم كنطلب حقي، ما يضيعونا شي، الله يسر عليهم. اللي مسؤول هاد الشيء ديال الفن اللي يتهلا فيا ويعطيني حقي ويهتم بيا غير من والدي، هادشي اللي كنطلب. يعني بالنسبه كاين المسؤولين اللي استدعاوك مشيتي لعندهم، ولا ما كاين حتى استجابه من شي مسؤول؟ ما دروك بعدا ما كان حتىش، واخا استدعاونا ومشينا ما كان والو. يعني هاد كتشوفي بان الفن ديال البلدي ما بقاش في البلاد؟ باقي عندي انا باقي عندي، انا ما كنتش دابا الطره ديالي، انا باقي عندي الصيغه ديال البلدي. يعني مازال الحمد لله. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، مازال في البلدي، مازلت كنمشي للعرسات. مازال لحد الان؟ مازال عندي مجموعه ديال العيالات كنمشي. مازال لحد الان كيعيطوا لك ناس؟ ايه ايه، اللي ما كيبغيش الديسكو كيبرح العيشه ويدي عيشه. كنمشي كنقصر كنعجب العيالات بكل شيء، الحمد لله، التواضع ديالي وداك الشيء اللي عطاني الله زعما ديال المساعده، وكنساعد الناس وكنتعامل مع الناس مزيان، الحمد لله،
الحمد لله على كل حال. الحمد لله. عائشة السكوت دار دارك كارية غير كارية، يعني من بعد عمر ديال تقريبا 45 سنة كانوا عندي وليدات، كنت كنجري على وليدات، كنت عندي ظروف مشاكل عائلية، وهذا ما دار الدار صافي. عشت مع الولد كنكبر الولاد، كنخدم ونكبر الولاد، كبرت الولاد ما شيتهم حتى لشي واحد. وليداتي الحمد لله على كل حال، راني كارية هذاك الحمد لله ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله على كل حال، اللهم لك الحمد، كنحمد ونشكر. شنو هو الحاجه اللي كتبغي مثلا في الذات نتاعك اللي كتشوف فيها انك تعرضتي لواحد الاهمال؟ إيه؟ اهمال للفن، اهمال في الفن البلدي، إيه؟ واهمال في حق عائشه الزكور. إيه؟ كتشوفي هذا الاهمال؟ بزاف كنشوف. انا يعني وليت كاع كنقول ما نمشي لا العمل ولا البردي، ما كنوصلهمش كاع. راسي عزيز عليا، الا غير نمشي وما تقدريش داك الغرض ما نمشيش. ماما من الاحسن ما يشوفونيش، ما نشوفهمش. شفنا حتى عائشة السكوت، شفناها حتى في مجموعه من الصفحات الفيسبوكيه في الوقيته ديال كورونا، انها لدرجه انها طلبت يد المساعده من الناس. ايه طلبتها. كان عندي ديك الساعه ولد مريض حاله، ما عنديش العوين، وكنجاهد معاه. ميسيني ان دموا الامانه امانته، لا اله الا الله. كنمشي للسبيطار جوج مرات في النهار، انا اللي كنبدلو حوايجو، وانا اللي كنفرشلو، وانا اللي كنغطيه. وطلبتي يد المساعده وما لقيتي حتى باب غير والو؟ مشيت انا كاع قصدت زعما قال هذاك نقصدو باب الله حسن من كلشي، قصدت ناس اللي هما والله ما كاين اللي يمد لي. جاو عندك مجموعه ديال الناس هنا او مجموعه ديال الصفحات اللي كيصوروا؟ جات جمعيه هنايا وداروا تصوير وداروا معايا استجواب، عمرهم ما سيبتوا لي حتى ريال. صوروا الحاله، صوروا الدار. وسولوني على قلت لهم كاريه والو، عمر ما سول فيها شي حتى واحد، ما دار بيد المساعده اللي هي عن حق. لا والو والو، كالله وباقي الله، سبحان الله سبحان الله. الحمد لله. طلبنا منك عائشه الزكوت، تقدر تعطينا مثلا موال بلدي؟ إيه. نقدر نسمعوه من عندك؟ إيه غير بسيط. إيه غير بسيط. بحال ديك العشاء تمريتو غزالي اللي درت مع مولاي علي بن مصباح الله يرحمه. تبارك الله. نقولها ما كان. أي ماشي مشكل، الله ودي. العشاء تمريتو غزالي، العشاء قولوا العام الله، عسيت كاع الليل والجيران شاهدين، كويتني ناري بليتني ما نبراش، ومنتي احنا واش المريض ياكل؟ الا لا 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 واش المريض ياكل؟ انا مريض وخايف لا نموت، ناري كويتني ناري بليتني ما نبراش. الزينة الحمام نمشي معاك ديما، ويا الزينة خويا نمشي معاك ديما، نمشي معاك انا ويلا خلاوني، بليتني ناري كويتني ما نبراش. تبارك الله عليك، تبارك الله عليك، ما عندي ما نتسى. هذا ديسك درت الجل في الدار البيضاء بالنسبه كاين الحسن التنحي الله يرحمه، جد عليه الرحمه، فاش جينا في الدار البيضاء عند بوسيفون. تبارك الله. انا ومولاي علي الفلاني، اللي حتى كان كيقولوا مولاي علي الفلاني، كانت غير الاسطوانه اللي كانت. عشتي معنا، عشتي الاسطوانه، عشت القصيد، وعشت وهان كان عشت السيدي. والحمد لله رغم هذاك الشيء، الحمد لله على كل حال، اللهم لك الحمد. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. والله يغيثنا برحمته، داك الشيء اللي كاين، الله يشوف فينا برحمته، داك الشيء اللي كاين، والله يهدي هاد الناس المسؤولين يشوفوا فينا بعين الرحمه. هذا ما نطلب، هذا ما كنطلب. كنتم معنا متابعي قناه شوف تيفي، الموال البلدي والمدرسة الكبيرة في الفن البلدي عائشة الزكود، اللي ما كاينش من المتابعين ديال جهة درعا تافيلات ما كيعرفش هاد المدرسة الكبيرة، ما كيعرفش هاد الفنانة المقتدرة، هاد الفنانة الشعبية البلدية، ما كاينش اللي ما حضرتلوش الأعراس نتاعو، ما كاينش اللي ما زوجاتوش، ما كاينش اللي ما ختنات ليهش، وما كاينش اللي ما سبعتلوش، يعني جميع الأعراس هي ديما كانت فيهم، جميع الحفلات الوطنية ديما كانت السباقة والأولى في الأعراس الوطنية، وكنشوفوا من خلال كلامها هذا الإهمال اللي تعرضت ليه، مازال أفضل الكرة.
حتى واحد ما كيسول فيها، لدرجه انها في الوقيته ديال الكونفينمون، الوقيته ديال كورونا، شاءت الاقدار انها تمد يديها للناس وتقول لهم عاونوني، لكن حتى واحد ما طرق الباب ديالها، حتى واحد ما سول فيها، وما كيتعطاش ما كياخذوش بعين الاعتبار هذا الفن اللي الفن البلدي المعروف بالمنطقه، انه غادي وغادي يبقى يموت الى ما تمنى هاد الناس. الله يطول في عمرك لاله عائشه. بارك الله فيك. شنو هو النداء ديالك للمسؤولين للمتتبعين قناه شوف تي في؟ انا كنطلب من المسؤولين وكاع اللي كيجري في شي طريق الخير الله يخرج له الخير، واللي دار الخير لخو المسلم راه ربي غادي يدير له الخير. انا راه الدنيا فايته باللي فيها، حتى واحد ما غادي يدوم فيها، اللي عنده يموت واللي ما عندوش يموت، وكلها تعيش وكلها تموت، وما بقي الا وجه الله. انا كنطلب من المسؤولين هما يراعيوا ليا باي حاجه بسيطه. الحمد لله راه حتى المغاربه داخل الوطن وخارج الوطن، الحمد لله الجاليه المغربيه الحمد لله ديما كتشوفوا حنا الحمد لله في قناه الشعب، قناه شوف تي في الحمد لله. الحمد لله اللي انا استقبلتيني واحد الاستقبال اللي هو حار، قلتي لي مع الدخول قلتي لي شوف تي في مرحبا بكم. مرحبا. ايه مرحبا بكل فرح، بكل فرح. الله عليك. الله يبارك فيك. شنو هو الكلمه الاخيره ديك؟ الكلمه الصلاه على النبي وشفيع مولاي محمد. كنطلب من الله ومن المسؤولين، والله ينصر سيدنا، والله ينصر سيدنا، الله ينصر سيدنا والمسؤولين اللي عندهم المهمه باش يتهلاو في الفنان يتهلاو فيا. هادشي اللي كنطلب. على الاقل بطاقه مهنيه ما عنديش بطاقه مهنيه، ما عنديش دار الكرهني فيها، فين راه بطاقه الفن؟ فين راه؟ ما كان والو، كان غير الله سبحانه الا هو. 45 عام ولا اكثر؟ اكثر. هادشي راه من لقيت السبعينات وانا كنعطيو الفن. السبعينات وانا كنعطي في الفن الرشيديه، وهاني مازلت اللهم لك الحمد على كل حال. والله انا ما سخيت بك وما كرهتش، ما كرهتش، ما كرهتش موال اخر ولو انني غادي نقدر شويه، بغيت موال اخر اذا كان ممكن. على الاقل راه كاينين احبتنا ومتتبعينا الاوفياء اللي عزيز عليهم المنطقه وعزيز عليهم الفن البلدي وعزيز عليهم هذه المدرسه الكبيره اللي قدامنا عائشه الزكوت، ما كرهتش موال ولو وسيت عاوزين. إيه بحال سرابيه، كنقولوا حنا سرابيه مزقيه سرابيه. هي ماشي مشكل. وبالحق يا ما وانا سي طول العليا يا ودي ويا مشده ويا كحباب الله كدوز بعدادها غربوني الحباب انا سي اللي كتكويني برد عليا وكدوز بعدها وقت الخير هاكا ودي عيشة يريد بيه مولاه. صراحة الله قلتي بعض الكلمات اللي غادي كنوزن فيهم، يريد بك مولاك ان شاء الله. سبحان الله. وان شاء الله ما غادي يكون غير خير. سبحان الله. كنتمنى من المتابعين أنها تكون هذا البث مباشر، اللي هو بث مباشر بالنسبه لي انا فرح كبير انني شفت هذه المدرسه الكبيره عائشه الزكود، وكنتمنى لها ان شاء الله التوفيق، وكنتمنى المتتبعي قناه شوف تي في الخير.